discussion. أوكي، اليوم رح نعمل المحاضرة عن الـ interpretation للـ lab results. المحاضرة رح تكون عن إجمالاً أربع عينات. رح نحكي عن الأول شيء بنحكي فيه عن البلد CBC كCBC، بعدين بنحكي عن CSF Cerebrospinal Fluid، وبعدين بنروح لليورين أناليسز، وبعدين بنروح للبلد كلتشر ككلتشر للمايكرو أورجانيزم. طبعاً بتعرفوا أنتوا أنه إجمالاً اللاب ريزلتس لإلكم كأطباء هي التارجت الأساسي للتشخيص، لأنه بتعرفوا كل حالة مرضية هي عبارة عن بحث علمي. كل حالة مرضية عن بحث علمي، بتعرفوا البحث العلمي بيبدأ بالمشاهدة بوضع الفرضية، بعدين بنعمل بعد وضع الفرضية بنحط نعمل بعض الأبحاث أو التجارب العلمية حتى إني أثبت أو أضحد النظرية، وبعدها بحط النتائج أو الانتربريتيشن للنتائج. والمريض تاعنا بيجينا على العيادة أو بيجينا على غرفة الطوارئ، طبعاً هو بيجينا بحالة مرضية، كطبيب بدك تحط فرضية شو المرض المتوقع من الأعراض اللي أنت شايفها. عشان تثبت أو تنفي فرضيتك بتكون ببعض الفحوصات اللي بدك تعملها. هاي الفحوصات إما بتثبت فرضيتك أو تضحد الفرضية وبتروح لفحوصات أخرى عشان تحط فرضية تانية، وإذا طلعت النتائج صحيحة طبعاً أنت بدك تحط الانتربريتيشن تاعتك اللي هي إجمالاً بآخر مطاف العلاج. فإجا إجمالاً كل مريض عندنا هو عبارة عن بحث علمي بمختصره، على أساس أنك أنت بكرة كطبيب تكون واعي لهذا الحكي، لأنه بس يفوت عندك المريض بدك تعرف شو الفحوصات اللي تطلبها عشان تروح تثبت نظريتك، مش تطلب فحوصات عشوائية. أول فحص بالعادي بالمختبرات بس يفوت المريض، أول فحص إجمالاً أشهر شيء بنعمله هو CBC اللي هو الكومبليت بلاد كاونت. طبعا الكومبليت بلاد كاونت بيشمل الوايت بلاد سيل بليتلتس اند ار بي سيز. طبعا في شغله كتير بننساها في البلد هنا، ويا ريت انكم بكره لما تصيروا اطباء ديروا بالكم عليها، انه لو نطلب السي بي سي لازم نطلب البلاد فيلم. يعني مش بس اني اشوف السي بي سي كاونت، اللي لازم أشوف البلد فيلم، لأنه بالبلد فيلم كتير بالنسبة لأنه مهم كمان نشوف بالعين شو اللي بنشوفه، لأنه السي بي سي بشكل عام هو عبارة عن جهاز بيعتمد على اللي هو جهاز فلو سايتومتري، إنه أنا بمرر الخلايا اللي في الدم من أنبوبة بقطر خلية، وبمرك شعاع من الأنبوبة وحسب تشتت الشعاع أو مروره بعد الخلايا اللي مرقت من هذا التيوب، تبعاً لحجمها وتبعاً لوجود الجرانيولز اللي فيها، والكمبيوتر بحلل وبقول لي قديش عندي وايت بلاد سيلز ار بي سيز وبليتلتس. فهو بيورجيني شكل عام بأحجام معينة، ولكن إجمالاً عشان نشوف تشخيصياً لازم بهمني جداً نشوف الخلايا في العين المجردة عن طريق الميكروسكوب. خلينا اليوم نشوف شو يعني شو بنشوف. زي ما احنا شايفين هنا عندنا قدامنا، نعرف احنا انه بالبون مارو في عندنا الهيماتوبويتيك ستيم سيل، وهي مالتي بوتنت. طبعا احنا بنعرف الستيم سيلز في عندنا توتي بوتنت بلوري بوتنت مالتي بوتنت. توتي بوتنت اللي هي إجمالاً بتكون بالإمبريو أو البداية الزايغوت، لأنه توتي معناها كلياً، يعني بتقدر ديفرنشيتد لكل أنواع الخلايا. وفي عنا بلوري بوتنت اللي هي أكبر شوي صغير يعني من المالتي بوتنت، يعني لكم كبير من الخلايا. مالتي بتكون عدد محدود من الخلايا اللي ممكن تطلع ديفرنشيتد منها.
زي ما احنا بنعرف انه المالتي بوتنت الموجوده في الستيم سيل هاي الموجوده في البون مارو في عنا جزئين رئيسيين بيطلع منها اللي هي الميلويد بروجينيريتر والليمفويد بروجينيريتر. الميلويد اجمالا بتعطيني الجرانيولوسايت اللي هي الايزوفيل بيزوفيل والنيوتروفيل، وهدول اجمالا النيوتروفيل الايزوفيل والبيزوفيل اللي بنسميهن بوليمورف نيوكليير سيل بي ام ان. لما بنقول بي ام ان اجمالا بنعنيهن الثلاثه، ولكن الاساسيه هي النيوتروفيل زي ما انتم شايفينها بوليمورف نيوكليير سيل اللي هي بتكون النيوكليير ساعتها مش ما لها شكل معين. في عنا كمان المونوسايت، المونوسايت اللي هي بالسيركوليشن بنسميها مونوسايت، ولما تطلع على التيشو بنسميها مايكروفاج. كمان في عنا الميجا كاريوسايت إريثروسايت بروجينيريتر اللي راح يعطيني الميجا كاريوسايت اللي هي بتعطيني البليتلتس على السيركوليشن، والإجمالا الإريثروسايت اللي هي الار بي سيز اللي راح نشوفها. بالنسبة للليمفويد بروجينيريتر راح تعطينا الدنتريتكسل، الدنتريتكسل في جزء منها بيكون عندنا من الميلويد بروجينيريتر، ولكن بالأغلب بتكون عندنا من الليمفويد. عندنا تي سيلز وبي سيل زائد الناتشرال كيلر سيل، والبي سيل والتي سيل طبعا بنسميهم بي وتي لأنه البي بصير لها ديفرنشيشن ماتوريشن في البون مارو، والتي سيل ديفرنشيشن ماتوريشن في الثايموس، عشان هيك بنسميهم بي وتي. طبعا البي شغلها الاساسي هو انتاج الانتي بوديز، والتي شغلها جزئين، جزء بروح لقتل الخلايا المصابه، وجزء اللي هو تي هيلبر اللي بيساعد الماكروفاج وبيساعد الخلايا الثانيه على المقاومه للامراض. من اهم الخلايا اللي بتهمنا في الميكروبيولوجي في الدم اللي هي النيوتروفيل، لانه النيوتروفيل اجمالا هي الخليه الاساسيه المسؤوله عن اكل البكتيريا. طبعا هي زي ما قلنا بوليمورف نيوكليير سيل، لاحظوا انها سيجمنتد نيوكليوس، طلع كيف النيوكليوس بتاعتها مختلفة بوليمورفو. بتعيش تقريبا حوالي 10 أيام في السيركوليشن، وطبعا هي بتصنع في البون مارو وبتروح للسيركوليشن. إجمالا بيصير لها ماتوريشن والديفرنشيشن، طبعا ماتوريشن بسرعة عالية جدا في البون مارو، عشان إن أنا خاصة في حالة الإصابة أنا لازم أنتج كمية كبيرة منها. وطبعا هذه زي ما شايفين انتم في البون مارو بتكون عندي بالبروجينيريتر من هون، لاحظوا انها قبل ما تطلع عندي على السيركوليشن بتكون عندي النيوكليوس تاعتها شكلها باند، في حين لما تطلع على التيشو تكون عندي بشكلها سيجمنت. بدنا نركز هنا على قضية الباند، ديروا بالكم الباند هنا اللي هي انه احنا بنحكي قاعدين عليها انها بتكون في البون مارو باند، وفي التيشو في البلاد بتكون عندي سيجمنتد. هسه بنشوف ليش بدنا نركز عليها. هسه في شغله كثير مهمه تعرفوها، انه الوايت بلاد سيلز نيوتروفيل اجمالا اللي هي اللي انا بتشكل تقريبا 70% من 40 ل 70% من الوايت بلاد سيل في السيركوليشن. الوايت بلاد سيل وظيفتها انها تقاوم، عشان هيك اغلب الانفكشن بيكون عندي في التيشو، فاغلب الوايت بلاد سيلز او نصهم تقريبا بيكونوا يدحرجوا على الاندوثيليال سيل في الاوعيه الدمويه. لما انا باخذ الابره وبدي اسحب عين الدم، اذا بتطلعوا هون هذا الفين البلاد، عادة إحنا لما بنسحب الدم بنسحبه من وين؟ من النص، من الفلو. فإجمالاً لما أنا بأخذ عينة الدم بأخذها من هاي الجهة، فإجمالاً العدد اللي أنا بشوفه بعمل له كاونت هو عبارة عن 50% من الحقيقة، لأنه الأغلب وين موجود؟ النص الثاني وين موجود؟ adjacent للإندوثيليوم.
هدول اللي بالنص بنسميهن circulating pool، وفي عنا المارجينيتد بول اللي هني بيكونوا على الاندوثيليال سيلز. إسا في حالة الستريس، طبعاً بحالة الستريس يعني ممكن يكون عندي تروما أو ماخذ كيميكال زي الكاتيكولامين اللي هي طبعاً النيورو ترانسميتر، الدماغ عندنا ما بيميز هل أنا التروما أو الشيء اللي صار عندي هل هو عبارة عن انفكشن ولا غيره، هو عارف إنه في عندي مشكلة الأغلب تكون انفكشن، فشو بيعمل الجسم؟ بده يروح يدور وين صارت المشكلة، فبده يضخ مين؟ بده يضخ الوايت بلاد سيل. الوايت بلاد سيل بلحقش يقول لي من البون مارو ابعت لي اياها بخلال دقائق سريعه، فشو اللي بصير؟ بيزيح المارجينيتد للسيركوليتنج. عشان هيك في حاله الستريس اذا بروح بعمل فحص وايت بلاد سيل بلاقيه كثير عاليات، بس هذا الارتفاع بالوايت بلاد سيل مش حقيقي، وانا بس نقلتهن من المارجينيتد للسيركوليتنج، وهذا بسميه ترانزيانت لوكوسايتوسيس اللي هو ارتفاع في خلايا الدم البيضاء، ولكن هو مش حقيقي، او نسميه سودو نيوتروفيليا، سودو عن كاذبه يعني. وهذا طبعا بين 4 إلى 6 ساعات بضله، بعد 6 ساعات ارجع اعمله فحص بالكا طبيعي. في حاله الانفكشن لما بدها ترتفع الوايت بلاد سيل بتضلها طبعا بدون ما بتنزل بعد 6 ساعات، ولكن في حاله السودو تنزل عندي الوايت بلاد سيلز. طبعا في شغله قبل شوي حكيناها، كنا انه الباند 4 بتكون عندي في البون مارو والسيجمنتد بتكون في البلد. بالطبيعي لتقريبا اقل من 5% من النيوتروفيل في السيركوليشن، اقل من 5% من السيركوليشن بيكونوا عندي باند 4 يعني اماتشور. إذا زاد عن 5% بيكون عندي مشكلة. ليش؟ بنحطه مثل عادي، دائما بنحطه مثل، إذا إحنا رحنا عند واحد ببيع فلافل وقلنا له بدنا ناخذ عندك ساندوش فلافل، بعمل له ساندوش هالفلافل، الفلافلات مستويات وكتير مناح. إذا نزل عنده باص 50 واحد وقالوا له بدنا ساندوشات فلافل سخنة، فراح يعطينا الفلافل، مزبوط ممكن يكون فلافلات مستويات، ولكن لأنه من السرعة ببلش يشتغل بطلع عليه بصير عندي الفلافل مش مستوي. في حالة السيفير انفكشن، في حالة السيفير انفكشن، أكيوت سيفير انفكشن، البون مارو عنا بده يقاوم، فبده ينتج لي كم كبير من النيوتروفيل، لأنه أنا في عندي انفكشن، أنا مين بدي خلصنا من الانفكشن؟ النيوتروفيل. فالبون مارو بده يصير ينتج كميات كبيرة، خلال الانتاج هذا وخروج النيوتروفيل من البون مارو بيطلع عندي اكبر كميه كبيره من الباند 4. عشان هيك اذا شفنا في البلد فيلم انه الباند 4 اكثر من 5% معناته انا عندي سيفير انفكشن، عندي سيفير اكيوت انفكشن، لانه البون مارو هنا مستعجل الكاد الكاد بده يكب كميه كبيره من النيوتروفيل، فهيك عشان هيك بيطلع عندي الباند فورم عاليات. عشان هيك بنميز بين التروما، التروما اذا عملت بلاد فيلم بتشوفوش الباند فورم كلها، مزبوط بطلع عندي سودو بيرتفع الوايت بلاد سيل بس بيرتفعش الباند فورم. بس في حاله الاكوت انفكشن انا الوايت بلاد سيل ارتفعت كلياتها وشفت الباند فورم لانه انا عندي اصلا اكوت انفكشن. وانت بصير عندنا نيوتروفيليا، نيوتروفيليا حقيقيه طبعا، بكتيريا انفكشن بصير عندي نيوتروفيليا، او بعض الفيروسز بعض الفنجاي اللي ممكن يصيروا عندي بحاله الانفلاميشن لما يصير عندي موت للخلايا، لانه باخر المطاف انا كمان الجهاز المناعي بيخلصني من الخلايا الميته زي الحروق او السنيك بايتس، فهذا كمان بيرفع عندي الوايت بلاد سيل، ومنهن طبعا النيوتروفيل اللي هي نيوتروفيليا. ديروا بالكم كلمه نيوتروفيليا، نيوتروبينيا، بينيا معناها هبوط والنيوتروفيليا معناها ارتفاع. طبعا الاستيرويد والليثيوم كمان ممكن يرفع عندي الوايت بلاد سيل. في عنا اجمالا من ناحيه سايكولوجيه زي كنا الكاتيكولامين او الاكيوت ستريس او تروما، طبعا ممكن هذول بيعملوا لي ايش كمان ممكن يعملوا لي؟ بيعملوا لي سودو نيوتروفيليا اللي هو طبعا كنا من المارجينيتد بول للسيركوليتنج بول، هذول بنسميه سودو نيوتروفيليا.
أربع ساعات خمس ساعات تنزل. وهذا مرات كثير بصير عندنا، إنه مثلا واحد طلع على مختبر بالسادس السابع طابق ركاض وعمل استرس لحاله، بعمل السي بي سي بلاك الوايت بلد سيل عالية، هدو شوي صغيرة بتشوف الوايت بلد سيل نزل. طبعا ممكن كمان غير بعض الالتهابات زي النيوبلاستيك جروث أو الميتابوليك ديس أوردر، ممكن تعمل لي كمان ارتفاع في النيوتروفيل. النيوتروبينيا اللي هو هبوط في او انخفاض في انتاج الوايت بلد سيلز، طبعا هذا ممكن يكون عندنا من البون مارو ديزيز او المالجنانسيز. كمان ممكن مرات عندنا في الاكيوت انفكشن او الالتهاب البكتيري العالي جدا اللي بتؤدي لتدمير النيوتروفيل، هذا ممكن كمان ينزل لي من النيوتروفيل، مع انه انا بنتج كميه النيوتروفيل ولكن البكتيريا بتكسر لي اياها. طبعا مرات كمان اميون رياكشن، انه انا عندي اجسام مضاده ضد النيوتروفيلز اللي ممكن تعمل لي تدمير للنيوتروفيل. طبعا في عندنا سودو نيوتروبينيا، زي ما عندي سودو نيوتروفيل عندي سودو نيوتروبينيا في الفيرال انفكشن والهايبوثيرميا. خليني احكي لنا الفيرال انفكشن، هو إجمالاً بالفيرال إنفكشن عادةً لما تقرأ السي بي سي بتلاحظ الوايت بلد سيل واطي، ومش واطي حقيقةً، ما مش واطي. الفيرال إنفكشن هو راح عندي من السيركوليتنج للمارجينيتد بول. ليش راح من السيركوليتنج تعرفوا أنتوا الفيروسز إنتراسيلولار، فالجسم راح يدور وين في عندي الإنفكشن على جدار الأوعية الدموية، عشان هيك هي سودو، هي مش حقيقية، هو راح من السيركوليتنج للمارجينيت بول، بس هو الفيروس ما بقلل انتاج الوايت بلد سيلز، وانا فقط نقلت من السيركوليتنج للمارجينيت. الايزونوفيل طبعا هي اجمالا سيجمنتد، بتعيش تقريبا 14 يوم، هادي بتقعد فترة في السيركوليتنج، بعدين بتروح للجي اي تراك والريسبيراتوري تراك، وين في عندنا ميوكس ممبرين، عند الميوكس ممبرين، وهي طبعا اجمالا مسؤولة او نلقاها كتير في قضية الاليرجي، وبأنها اجمالا هي اللي بتتعامل مع الاميون جلوبين الاي جي اي، وطبعا هي مسؤولة كمان كبيرة عن قتل البارازايتس، لانه الاي جي اي بيمسك في البارازايت وهي بتمسك في الاي جي اي من الاف سي اريا تاعت الاي جي اي اللي هي اف سي ابسيلون، وبتضخ كل التوكسين الجرانيولز اللي عندها عشان تقتل البارازايت زي ما احنا شايفين هون. فاجمالا الفانكشن تاعها الاساسي اجمالا هي لقتل البارازايت، وزي ما قلنا كمان هي كمان في الأزمة في الألرجي، الناس اللي عندهم هاي فيفر إذا بنأخذ من الميوكس في النيزل سواب بنشوف عندهم كمية كبيرة من الإيزونوفيل. لاحظوا كيف اللي بصار عندنا، هذا الاي جي اي، الاي جي اي بيمسك على الدودي، وطبعا النيوتروفيل الإيزونوفيل عندها الاف سي اريا ريسبتر، وبتضخ الجرانيولز وبتقتل البارازايت اللي عندها، فهي مسؤولة عن البارازيتيك انفكشن، كمان هي كمان عن الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي هو التايب 1 اللي هي الالرجي. البيزوفيل اجمالا بتشتغل زي الماست سيل، بتعطيني بتشتغل بشكل عالي جدا زي الماست سيل، بتلعب كمان دور البارازايت، ولكن مش كتير بنعرف عنها كتير لانها نسبتها كتير واطي في السيركوليشن، نادر ما شوفوها في السيركوليشن، فمش كتير واضح أمورها. طبعاً فقط تيجي مع البارازايت مرات، كمان تلعب زي ما كنا زيها زي الماسل في الهستامين. مونوسايت، المونوسايت من أهم الخلايا الدم البيضاء في المناعة، ضد الفيروس، ضد البكتيريا، ضد كل شيء. ليش؟ لأنه المونوسايت اللي هي طبعاً بتترك السيركوليشن وبتروح للتيشو بتصير اسمها مايكروفاج، وهذه هي المسؤولة الأولى عن أكل الباثوجينز وإصدار السيتوكينز عشان تعمل عندي ريكروتمنت أكتر لوايت بلد سيل،
وتنشيط الجهاز المناعي المكتسب اللي هي الادابتيف اميونيتي اللي هي التي سيل والبي سيل. طبعا هي بتعيش في السيركوليشن لمده 70 ساعه تقريبا، بس هي بتعيش اطول في التيشو لانه بتتحول لمايكروفاج وبتضلها موجوده في التيشو. طبعا زي ما قلنا هي فاجوسايتوسيس كمان هي بتعمل اعمال اجمالا اكتيفيشن للجهاز المناعي. بمجرد ما اكلت بصير لها اكتيفيشن، وبمجرد ما اكلت بتبلش تعطيني السايتوكاينز اللي مسؤوله عن الجهاز المناعي. طبعا بالاضافه انها بتنشط التيسل والبيسل، طبعا هي كمان تعمل عندي ريكروتمنت للنيوتروفيل ولغيره في حاله الانفكشن عشان تكمل عمليه الاكل. والماكروفاج هي مركزيه زي ما قلنا جهاز المناعه، واذا راحت النيوتروفيل اجمالا نعرف انه ما في عندنا مناعه، البرايمري ديفيشنسي في الجهاز المناعي. قلنا الماكروفاج بتنشط لي الادابتيف اميونيتي، والادابتيف اميونيتي طبعا اللي هي المكتسبه الاساسيتها طبعا البي سيل والتي سيل. طبعا عندنا البي سيل زي ما كنا بون مارو سيل ديفرنشيشن ماتوريشن في البون مارو، والتي سيل من الثايموس. اجمالا البي سيل ما بتشتغل بحد ذاتها، هي بتنتج الانتي بوديز، والانتي بوديز هن اللي مسؤولات عن العمل. والتي سيل زي ما قلنا في عنا نوعين، تي سيل بتروح اللي هي سايتوتوكسيك تي سيل بتقتل الخلايا المصابه، وعندنا تي هيلبر اللي بتساعد البي سيل والماكروفاج على القيام بعملهن. طبعا بيعيشوا لفتره تقريبا سنتين، ولكن بيجي واحد بيسال بقول طب ما احنا بنقول عنا تطعيم بضلوا معانا لمدى الحياه، فكيف انتم بتقولوا انها سنتين؟ طبعا بعد سنتين لازم نعرف انه احنا الليمفوسايت هن الخلايا الوحيدات بالمجموعه اللي بيقدروا ينقسموا خارج البون مارو. يعني عندنا النيوتروفيل ايزونوفيل بيزوفيل، هدول اجمالا ما بينقسموا بريت البون مارو، يعني بصنعهم بالبون مارو وبطلعهم وبموتن برا، يعني بيموتوا ما بينقسموش. الماكروفاج في بعض الابحاث بتقول انها تنقسم بالتيشو، ولكن الليمفوسايت بنعرف انها هي بتعمل كلونال اكسبانجن، يعني بس تطلع من بتطلع بس تتعرض للانتيجين تاعها بتعمل كلونال اكسبانجن، فكل مره بتنقسم فيها الجداد بعيشوا سنتين. فاجمالا بصير عندنا اجمالا زي ما بنعرف تطور للمناعه وبضلها مستمره، يعني سنتين الخليه الواحده، بس لما رجعت انقسمت صارت خليه جديده، فصفى كمان انا عندي سنتين وسنتين وسنتين واستمرارية في العمل. زي ما قلنا بي سيل طبعا قلنا للاجمال الانتيبادي، الانتيبادي اجمال وظيفته شو؟ اللي هو نيوتراليزيشن للتوكسينز للفيروس للبكتيريا عشان ما يعملوش اتاتشمنت للمنطقة بتاعتهم. طبعا اوبسينيزيشن اللي هي عمليا عشان يبطن الفيروس او التوكسين او البكتيريا عشان تتاكل. طبعا في عنا كمان الوظيفه الثالثه اللي هي اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم بالجهاز المناعه، بتاخذوها كامله وراح ناخذها طبعا ان شاء الله لما نيجي على النايسيريا. التي لمفوسايت زي ما حكينا وظيفتها تنتين، انها اما بتساعد او انها بتقتل الخلايا المصابه زي الخلايا السرطانيه او الخلايا المصابه بالفيروسز اللي هي سايتوتوكسيك تي سيل او تي هيلبر اللي بتساعد. طبعا وانت بتزيد وانت بتنقص، طبعا بتنقص اجمالا الوايت بلاد سيل في حاله ال HIV infection اللي هي AIDS او بون مارو سبريشن ستيرويدز والى اخره. الزياده لاحظوا انه الليمفوسايت بتزيد، لاحظوا انها اجمالا انفلونزا والمامبس والسايتوميجالوفيروس والانفكشوس مونيوكليوسيس هيباتايتس فيرال نمونيا هذول كلهم فيروسز. لاحظوا تيوبركيولوسيس كمان انتراسيلولر، احنا بنحكي على انتراسيلولر بكتيريا لانه انا هون بحارب قاعد شيء داخل الخلايا، كلنا احنا مسؤولين عن اشياء داخل الخلايا. البيرتوسيس بنحكي على توكسين، بنحكي على توكسين لانه مش البكتيريا اللي بتشتغل، التوكسين تاعها اللي بيشتغل، فعشان هيك انا بدي ليمفوسايت
عشان أقدر أعمل عملية. هذا بشكل عام عندنا السي بي سي النورمال رينج، نيوتروفيل لاحظوا 60-70%، إيزونوفيل 1-4%، البيزوفيل من نص لواحد، الليمفوسايت من 20-30%، مونوسايت من 2-6%. إجمالا لما بتطلع على هدول ما تطلع فقط بس على يعني البرسنتج بقدر ما كمان أنا بعنيني الكاونت للنيوتروفيل. يعني بمعنى آخر ممكن أنا أطلع على الوايت بلاد سيل كتير واطي ولكن نيوتروفيل عالية نسبتهن، أنا وعادتهن بالنسبة للتوتال بلاد نيوتروفيل عالية، هذا مش معناته إذا واطي معناته عندي فيرال إنفكشن. بما أنه نيوتروفيل كتير عالية معناته البون مارو هو اللي مش قادر ينتج، لأنه أنا قاعد بحاول أنتج نيوتروفيلات بس مش قادر أنتج نيوتروفيل. بحالة الفيرال إنفكشن بيكون عندي مظبوط الوايت بلاد سيل واطي لأنه صار انتقلنا من السيركوليتنج للمارجينيتد، بس بشوف الليمفوسايت عاليات فبصير عندي كلونال إكسبانجن. فعشان هيك بهمني جدا تميزوها هاي الشغلة، إنه أنا بس بطلع على الوايت بلاد سيل كاونت لازم أشوف نسبة النيوتروفيل فيها، مش إذا وايت بلاد سيل واطي الكمية الخلايا الدم البيضاء واطية معناته أنا في فيش عندي بكتيريا، إذا كانت النيوتروفيل عالية لا أنا بروح للبكتيريا. خلينا نطلع على هاي الكيسز بدي أمرق عليهم. في عنا ست عمرها 85 سنة وعندها نومونيا، لاحظوا الوايت بلاد سيل عندها كان 11.5، النيوتروفيل 80%، الباند 5%. طبعا بس أشوف إنه الباند 5% أنا في عندي سيفير إنفكشن، مش هيك قلنا إنه بنتج. إذا البون مارو عماله بضخ، مش هيك قلنا إنه عدم الإنتاج الماتشور معناته البون مارو عماله بضخ، مش هيك؟ طبعا بون مارو عماله بضخ نيوتروفيل، المفروض الوايت بلاد سيل شو تكون؟ أعلى من 11.5، لازم تكون كتير أعلى من 11.5. عشان هيك إنه بنقول إنه عندي أنا سيفير إنفكشن، بس الست هذه اللي عمرها 50 سنة قدرة البون مارو تاعتها ماله مش عالي، مش عمالة بتضخ، لأنه لو إنه عنده مثلا لو ولد صغير أو ناس عندهم البون مارو شغال بتكون هذا عند الوايت بلاد سيل تقريبا 15-16 بتكون أكثر كتير عالي من هيك. هذا ولد صغير، ولد صغير هذا عنده انفكشن طبعا 5 سنين، الولاد الصغار عندهم أصلا وايت بلاد سيل مرات كتير بيكون عندهم عالي عادي طبيعي، بس لا نلاحظوا الوايت بلاد سيل عنده 18، النيوتروفيل 60%، تمام؟ لاحظوا انه هنا قلنا مودريت انفكشن، ما عندناش باند، ما عندناش باند، ملاحظين ما عندناش باند، عندنا الوايت بلاد سيل 18000، النيوتروفيل 60% بس 60 من ال 18000 يعني كميه كثير منيحه انها تقاوم مرض، بس بما انه ما فيش عندها الانفكشن يعني الجسم عماله بيقاومه طبيعي جدا، الجسم مش عماله بضخ كمية بسرعة، عشان هيك ما شفناش الباند فون، فأنا عندي مودريت انفكشن مع اكسلنت بروجنوسيس لأنه أنتج كمية كافية من الوايت بلاد سيل كافية أنها تكون في المهمة داعي. هذا الولد لاحظوا أنه عنده نومونيا، لاحظوا أنه 16000 بس لاحظوا الباند فون، الباند طلع عندي 5%، هذا اجمالا بقول لي انه انا في عندي سيفير انفكشن كثير نمونيا، بروجنوسيس ماشي حاله منيح الوضع تاعه، بس انا بما انه عندي سيفير انفكشن انا شفت الباند فورم 5%. 20 سنة شاب عامل حادث سير في الموتورسيكل، هسه هذا جينا عليه كنا عنده 14500 نيوتروفيل باند فورم، لاحظوا الباند فورم طبيعيات جدا، عنده الوايت بلاد سيل عالية 14.5، تمام؟ من وين هدول؟ هذا عامل حادث وجايين من المستشفى بالحادث، هذا على الأغلب أو مش على الأغلب على الأكيد هو سودو نيوتروفيليا، لأنه لو إنه حقيقة عنده أكيوت إنفكشن شو بدنا نشوف هاي؟ نشوف هاي أعلى من هيك، وبما إنه عندي اكسيدنت انا دائما بروح لمين؟ لسودو النيوتروفيليا. طبعا اجمالا اللوكوبينيا بشكل عام
إما بكون عندي بون مارو فيلر، كانسر، لوكيميا ولنفوما، وزي ما قلنا overwhelming infection، severe pneumonia، okay، مع طبعاً poor immune system، بقدرش يعطيني white blood cells، أو بنعمل shift of neutrophil من ال viral infection والhypothermia. هدول حالات اللي أنا ممكن أشوف فيهن leukopenia. لاحظوا الثالثة هي عبارة عن سودو لوكوبينيا، لأنه إجمالاً أنا من المرج من السيركوليتينج للمارجينيتينج بول. وطبعاً الأوفرولمينج إنفكشن ديروا بالكم هنا، مرات كتير مش شرط الأوفرولمينج إنفكشن إنه يكون إني أنا بعمل ديستركشن للوايت بلاد سيل، ولكن إنه الوايت بلاد سيل بصير يروح وين؟ على التيشو، فأنا بشوف إنش في السيركوليشن، أنا بقيس اللي في السيركوليشن. ففي حالة السيبسز بيكون عندي الوايت بلاد سيل إنتاجه كمية كبيرة، ولكن وين بيكونوا؟ دخلوا منطقة التشو. تمام. CSF. CSF طبعاً كلنا بنعرف إنه البرين أو Central Nervous System، البرين والSpinal Cord ما في عنا blood، بتغذى عن طريق سائل اللي هو CSF. والCSF بنعرف كلياتنا إنه sterile زي وزي blood. CSF مفروض يكون هو البيئة الكاملة المعقمة شديدة التعقم لمين؟ للبرين والسباينال كورد، لأنه أي شيء ممكن يؤدي لتلف هدول الأنسجة اللي طبعاً غير قادرة على الريبيري. لما بناخذ العينة من السي اس اف بناخذ اللمبر بانكشر، ناخذ هذا، بناخذ أربعة تيوبس. لاحظوا التيوب الأول والتيوب الرابع نفس الشيء، اللي هني بنعمل سيل كاونت فيهن ديفرنشال، بنعد الوايت بلاد سيلز والار بي سيز والأشياء الموجودة جوا. ليش بنأخذ الأول والرابع؟ لأنه الأول بنأخذه بنقيس بشوف فيه، بس الرابع الأصح من الأول، لأنه إحنا غزة الإبرة ممكن عملنا بليدينج أو بالطريق وأخذنا الخلايا اللي دخلناهن إحنا، يعني مش ضروري يكونوا حقيقة الار بي سيز اللي شفتوهن في التيوب الأولاني إني حقيقيات كان الموجودات بالسياساف، لأنه خلال أنا حقن الإبرة عملتها. التيوب الثاني بعمل فيه البيوكيميكال تيست، جلوكوز والبروتين لهدو بهمونا هسا بنعرف ليش. والتيوب الثالث هو إجمالا للميكروبيولوجي. ليش الثالث؟ لأنه على المضمون التيوب الثالث أنا، لأنه ممكن بالأول أو الثاني وأنا أدخل الإبرة كان فيه من النورمال فلورا معاي. وديروا بالكم في السي اس اف وان بكتيريا، وان كولوني، وان كولوني بوزيتيف، ما فيها لعب لأنها هي ستيريل أريا. عشان هيك أنا بدي أضمن إنه أنا ما دخلتش ولا شيء من برا لجوا. في العادة السي اس اف طبعا الكلر عنده فيش تيربيديتي، عندي اقل من 5 ار بي سيز واقل من وايت 5 وايت بلاد سيلز. البروتين تقريبا بين 23 38 ملغ بير ديسيليتر، والجلوكوز اجمالا 60% من السيرم ليفل للعادي، يعني فحص العادي للسكري. هسه اجمالا اذا كان عندي البوليمورف نيوكليير سيل موجودات يعني طبعا جينا لكينا وايت بلاد سيل، وايت بلاد سيل اكثر من 5، معناته انا في عندي انفكشن. بس الانفكشن عندي اذا كان الخلايا اللي شفناهن النيوتروفيلز بوليمورف نيوكليير سيل، انا بروح لبكتيريا مننجايتس. اذا كانوا ليمفوسايت، انا بروح لفيرال فانجل او تي بي، ممكن تكون مالجنانسي او بنسميها اسيبتيك مننجايتس. البروتينز بشكل عام طبعا البروتين بيجينا من البلد للسي اس اف غذاء عادي، طبعا زيادته ما بيعنينيش كتير، ولكن بيرتفع في المننجايتس بالفيرال والبكتيريال، بس الاغلب بيكون اعلى بالفيرال من البكتيريال. طبعا في عنا طبعا ممكن كمان يزيد في الميلجنانسي والانفلاماتوري كونديشن. طبعا لما بقول انفلاماتوري كونديشن انا بحكي على سايتوكاينز، والسايتوكاينز عباره عن بروتينات، عشان هيك بده يرفع عندي، زي مثلا الجليان بار سيندروم كمان ممكن يرتفع عندي. نيجي للجلوكوز اللي هو اهم واحد. الجلوكوز في الفيرال انفكشن
يا يعني يعني ممكن يستهلك شوي ولكن مش بطريقة البكتيريا. بالبكتيريا بالفانجاي بالتيبي بينزل كتير، لأنه البكتيريا والفانجاي والتيبي هدول إجمالا بيستهلكوا الجلوكوز. بنعرف إحنا البكتيريا بتكاثر بكميات كبيرة، وضع مريح لعندها جوا، بتكاثر بكمية بحاجة لطاقة فبتأخذ الجلوكوز، عشان هيك الجلوكوز بينزل. الفيرال ما هو اصلا انترا سيلولار، مش هو مش راح يستهلك الطاقه هو بحد ذاته. فالبكتيريا بفوت عندنا الطفل ممكن خلال ساعات يكون داخل في مرحله الغيبوبه، لانه استهلك السكر اللي موجود عنده. بتعرفوا احنا السكر كتير مهم للكونشس في البرين. طبعا لاحظوا تيبيكال فيرال مينينجايتس، تيبيكال بكتيريال مينينجايتس. لاحظوا في التيبيكال فيرال مينينجايتس البروتين اقل من 150، تمام؟ الجلوكوز 50% of serum concentration، أكثر من 50%. كنا بقل لأنه كنا في 60% بالنورمال، لو لزق 50% عادي. لاحظوا في التيبيكال بكتيريال البروتين أكثر من 500، تمام؟ الجلوكوز أقل من 45. فأهم واحدة عندي أنا قضية الجلوكوز في السيروم. مين البكتيريات هنا بشكل عام؟ هذا الشارت بتورجيكم مين البكتيريات الأساسية أو الميجر بكتيريا اللي بتعمل عندنا مينينجايتس. عندنا الستريبتوكوكس أجلاكتيا، لاحظوا قسمين لكم إحنا 3 سنوات 6 سنوات والكبار. إجمالا الصغار اللي هم أقل من 3 سنوات، شيرشيا كولاي، ستريبتوكوكس أجلاكتيا والستيريا مونوسايتوجين. إجمالاً ستريبتوكوكس أجلاكتيا والإيكولاي للأطفال الصغار مع الولادة بيصيبهم. ستريبتوكوكس أجلاكتيا اللي هي most common cause للنيونات، لأنها بتعمل عندنا أصلاً التهابات في عند الفيميلز. والإيكولاي أصلاً نورمال فلورا. الستيريا مونوسايتوجينز بتصيب الصغار كمان، عندها كومون كمان في كبار بالسن. هيموفيلس انفلونزا هي للصغار 3 ل 6 سنوات. هيموفيلس انفلونزا طبعا اغلبكم مطعمين للهيموفيلس انفلونزا تايب بي اللي هي كانت اشهر واحدة للمينينجايتس. النايسيريا مينينجايتيدس والستريبتوكوكس نمونيا طبعا زي ما انتم شايفين من بتصيب الكل. في شغلة كتير مهمة هون اذا بتطلعوا عليه على الجرام ستين، وانتو في الجنرال مايكروبيولوجي لاب اخذتوا الجرام ستين وكنتوا تكيفوا، شفتوا ازرق واحمر وشفناه بوزيتيف نيجاتيف وروحنا. الجرام ستين مش فقط اشوف بوزيتيف نيجاتيف، الجرام ستين لازم اشوف شكل البكتيريا، لازم اشوف شكل البكتيريا. ولاحظوا قلنا احنا انه المينينجايتس اذا كان بكتيريا المينينجايتس لازم اعطي الانتيبيوتيك بأسرع وقت ممكن، وإحنا بنعرف الكلتشر بده تقريباً 48 ساعة على 72 ساعة حتى يعطيني السنسيتيفيتي للأنتيبيوتيك اللي هو الولد ميت. إذا لازم نعطيه إمبيريكال تريتمنت، إمبيريكال تريتمنت لازم نعطيه من خبرة الطبيب الأنتيبيوتيك بأسرع وقت ممكن. لاحظوا إنه الجرام ستين ممكن يعطيني الإنديكيشن شو اللي عندي. لاحظوا انه الست بكتيريات هذول الاساسيات بالجرام ستين بقدر اميزهم. ستريبتوكوكس اجلاكيا، ستريبتوكوكساي، اشيريشيا كولاي جرام نيجاتيف باسيلاي، ليستيريا مونوسايتوجينز جرام بوزيتيف باسيلاي. هيموفيلس انفلونزا شو شكلها؟ هي عباره عن كوكو باسيلاي. النايسيريا مينينجايتيدس والستريبتوكوكس نمونيا تنتين ديبلوكوكساي وحده، نايسيريا بوز نيجاتيف والستريبتوكوكس بوزيتيف. لاحظوا الخطا في الجرام ستين ممكن انا اقتل انسان. وهنا زي ما قلنا انه انت كطبيب كل اعتمادك راح يكون على النتائج المخبريه اللي انا ممكن اشوفها مع الانسان اللي عندي. اوكي، يورين اناليسيس. يورين اناليسيس طبعا اليورين كلنا بنعرف اليورين اناليسز وحافظينه ما شاء الله علينا، كثير ناس عملوه حوالينا وبنشوف عاده ناخذ هاليورين سامبل. ولكن باليوم بدنا نتطلع اكثر على
الانواع اليورين سامبل. في عنا الفيرست فويد مورنينج يورين، هذه اجمالا هي بتكون عندي كميه البكتيريا فيها خاصه في الميكروبيولوجي كثير مهمه، لانه البكتيريا صارت ناميه في المثاني، وبيكون عندي الايزوليشن لها اعلى جدا لانه تكون بكميتها الكبيره اللي ممكن اعملها ايزوليشن. بالعادي احنا يعني بالروتين تيست عاده بناخذ ميد ستريم يورين سبيسيمن. ميد ستريم يورين سبيسيمن انه انا بخرج اول اليورين برا وبعدين باخذ اليورين. ليش بنعمل الجزء الاول برا؟ لانه بيكون عندي نورمال فلورا، انا بعمل شفلينج بشطف المنطقة وبعدين باخذ العينة عشان اتاكد انه عينت اليورين تاعتي من وين، عينت اليورين تاعتي من البلدر مش من منطقة تانية. او انه اذا كان عندي مريض مركب كاثيتر انا بسحب العينة من الكاثيتر، او انه بيجيني مريض مش قادر يبول بركب له الكاثيتر وباخذ المباشرة العينة من الكاثيتر. وإذا كان عندنا أطفال صغار أو ناس صعب نأخذ منهم العينة، نأخذ من إشي اسمه سوبر بيوبيك الأسبيريشن، إنه بأخذ الإبرة مباشرة على المثاني وبسحب العينة. طبعاً رح يفرق معانا النتائج تبعاً لشو نوع العينة اللي أنا أخذ. طبعاً اليورين سامبل عادة لما بنأخذها بنعمل مايكروسكوبيك إكزامينيشن، الكيميكال أناليسز للستيكي هذا اللي رح تشوفوها إسا، أو مايكروسكوبيك إكزامينيشن اللي هي طبعا معيود هيمرتين بهمش كالتشر سايتولوجيكال إكزامينيشن كمان مرة. هاي الستيكي. الستيكي طبعا عندنا مجموعة من مربعات، المربعات هذول بيكون فيهم كيميكلز. اجمالا اذا كان في عندي الشيء اللي بدي اياه بعمل عندي رياكشن، والرياكشن بغير لي البي اتش فبتغير اللون. فلاحظوا هيك عندي بصير عندي تغيير للون، هذا الاوريجينال هون، وعندكم العلبه بتكون عندي مع تغيير اللون، فانا بقدر احدد النتيجه تاعتي من تغيير اللون اللي عندي. ينقص الجلوكوز، البيلروبين، الكيتون سبيسيفيك جرافيتي، البلاد، البي اتش، والبروتين، واليوروبيل بيلونوجين والنايتريت. هدول اجمالا رح نشوف احنا طبعا، واللوكوسايت استريز، هدول اخر اثنين بهموني جدا في قضيه البكتيريا، ونشوف استريش. البي اتش طبعا بهمنا في حالات البكتيريا الانفكشن، لانه بنعرف احنا في كثير بكتيريات رح تتاثر او بتزيد صابتها في تغيير البي اتش من الكالاين لأسيدك او من أسيدك لألكالاين. زي ما انتم شايفين هنا بيعتمد عندي اللون، كيف اللون على البي اتش، وزي ما انتم شايفين هنا الرياكشن اللي بصير عندي. هذول الاشياء اللي هون مش مطلوبات معكم، بس هجون عشان تعرفوا كيف بتغير اللون وليش بتغير اللون. طبعا زي ما قلنا ممكن يكون عندي أسيديك أو عندي ألكالين. هدول بشكل عام ليش بيصيروا عنا وشو سببهن مش كتير يعني بهموكم في الميكروبيولوجي، ولكن عنا إجمالا لازم نعمل نعرف إنه هدول بأثروا كتير علي في البكتيريا الانفكشن، لأنه البكتيريا الانفكشن إما بلعب دور في تغيير البي اتش أو إنه البي اتش بتلعب دور في البكتيريا. ورح نيجي نشوف بعض البكتيريات اللي تغيير البي اتش في الفاجينا رح يعمل لي مساعد لإلهم على وجودهن وعلى عمل الانفكشن. من اهم الفحوصات للبكتيريا اللي هو النايتريت. اجمالا طبعا هاي بوزيتيف نيجاتيف، اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف. في عندنا كثير اجمالا انه نعرف انه الجرام نيجاتيف بكتيريا هذول اجمالا بيعملوا ريدكشن للنايتريت، النايتريت للنايتريت، وهي عشان هيك بغير عندي الرياكشن. وهذا اذا كانت عندي النايترايت البوزيتيف معناته انا عندي جرام نيجاتيف بكتيريا شمالا بالانتيروبكتيرياسي، وهذا هو فحص خلال دقيقه دقيقتين ببين معنا. طبعا هذا بيكمل معي اللي هو لوكوسايت استريز اللي هو بيعمل لي كمان نشاط الوايت بلاد سيلز، لانه معناته انا في عندي انا كمان infection acute infection معناته عندي white blood cell، فأنا راح أشوف الانزيمز هذا موجودة
في اليورين معناته أنا بروح للميكروسكوبيك examination عشان أشوف الوايت بلاد سيل والبكتيريا اللي موجودة عندي. في الميكروسكوبيك examination طبعاً بشوف الخلايا اللي موجودة، طبعاً بصيرش تتأخر العينة، يعني أنا خلال 3 ساعات ممكن أشوفها. إذا بدي أشوف بارازايت خاصة ترايكوموناس فاجينارس لازم يكون بس ساعة عمرها، بس ساعة عشان أن أنا أشوف الحركة تاعت البارازايت، ولكن للخلايا الثانية لثلاث ساعات. ولكن إذا طول أكثر من هيك الخلايا بصير لها ديجريديشن، مش راح نشوف الخلايا. طبعاً إجمالاً إحنا بنشوف اليورين نعمل سنترفيوج بنشوفه كونسنتريتد، عشان هيك لما بدنا نشوف عدد الخلايا احنا مش شايفينهن في الريال ديليوشن، فبكون عندي انا الاعداد اكبر من 10 اضعاف تقريبا من اللي شفته او 20 ضعف. هذا الفيلد، هذا زي ما انتم شايفين هون، هذول الابيثيليال سيلز، شايفين الابيثيليالز اجمالا بتشوفوهن، هذا كونسنتريتد طبعا لانه سنترفيوج، طبعا اكثر من 3 اريثروسايت، 5 لوكوسايت، الرينال تيوبولار سيلز وبكتيريا، هذول على الفيلد كيف بتشوفوا على 400 او على 200 حسب الفيلد اللي احنا بنشوفه. طبعا ممكن نشوف كمان الفانجاي، اذر كريستالز، ممكن نشوف شيء، طبعا هذا المتخصص المختبرات راح يشوفه يعطيك النتائج. طبعا اجمالا اللي بيهمني جدا انا انه يشوف عدد البكتيريا اللي موجود. طبعا هذا اذا شافه معناهوش تعطي العلاج عليه، لانه باخر المطاف بهمني الكلتشر. طبعا الكلتشر بيعتمد عندي من وين ماخذ العينه، بس بشكل عام ميدستريم يورين، الميدستريم يورين اجمالا اذا كان عندي البليت او اليورين اللي زرعته كان عندي 100,000 10 قوة 5 فما أكثر فهو بوزيتيف. بين 10,000 اللي هي قوة 4 وقوة 5 إجمالا suspected، ولكن برد عيد الكلتشر أقل من 10 قوة 4 بعتبره نيجاتيف. شو معنات العدد هذا وكيف بعد؟ وإنتوا في الجنرال مايكروبيولوجي لاب أخذتوا ستريكينج رود اللي هي الزرقة هذه، وكان عليها دائرة إذا بتتذكروا، كان عليها دائرة الزرقة اللي بتعملوها عليها دائرة. هاي الدائرة لما بنحطها في اليورين في عنا إشي بنسميه الووتر تنشن، بتاخد بتحمل معاها حلقة مائية جوا، حلقة من اليورين. هاي إجمالا 10 مايكروليتر، 10 مايكروليتر. فلما بتاخذوا 10 مايكروليتر، انتوا لما زرعتوا على البليت زرعتوا 10 مايكروليتر، فلما بتكون تعدوا بتعدوهن وبتضربوا بالديليوشن، بتضربوا بالديليوشن اللي هو ضرب 100 عشان اطلع بالبير ام ال. كمان مره بعيده انه انا الرينج اللي شفتوها في الرود هذه في المايكروبيولوجي لاب هي بتحمل عندنا 10 مايكرو، في واحده منهم الاصغر بتحمل 1 مايكرو، فهي بتحمل 10 مايكرو. لما زرعت أنا زرعت 10 مايكروليتر، فأنا بعد إذا كانت عندي 10 قوة 5 بير ام ال كل انفورمينج يونيت زي ما تشوفين البليت اللي عشمالكم بعدن، إذا كان وبضربهن بمية، إذا كان 10 قوة 5 فما فوق فهي بوزيتيف. ليش أنا إذا 10 قوة 4 فما تحت نيجاتيف؟ لأنه أنا أصلا ملان عندي نورمال فلورا، أنا بحكي على نورمال فلورا بمجرى البول، فعشان هيك هدول يكونوا عندي نيجاتيف. ولكن إذا كانت باثوجين البكتيريا اللي طلعت شو ما كان العدد ما عنديش مشكلة، يعني إذا كل شيء واحد طلع عندي نايسيريا جونوريا بدي عد 10 قوة 5، فإحنا بنحكي على النورمال فلورا، وإسا راح نشوف شو البكتيريات اللي ممكن نشوفها. فهذا بالنسبة لنا كتير 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 مهم. طبعا تعرفوا كلمة كولونيفورمينج يونيت، ليش بنعد البكتيريا كولونيفورمينج يونيت؟ لأنه ما بنعدش بكتيريا، لأنه الكولوني هاي اللي شايفينها إذا كانت نايسيريا هني أجوا من ديبلوكوكساي، إذا كانوا من ستاف أجوا من ستاف من عنقود
اذا كانوا من ستريب اجوا من ستريب من 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 شريط، فانا بعرفش الكولوني هاي من كم بكتيريا اجت، عشان هيك بنسميهن كولوني فورمينج. الشيء اللي اعطاني كولوني عشان هيك بنضلنا حذرين. والفيروس طبعا بنعده بالبليك فورمينج يونت، P F U بليك فورمينج يونت. خلينا نطلع على البلوكس الاصفر، وهذا كثير مناسب للعلماء. اذا كانت احنا كنا 10 قوه 5 مش هيك، 10 قوه 5 كولوني فورمينج يونت في الروتين كلتشر. لاحظوا اذا كان سوبر بيوبيك يورين، اذا انا ماخذه من المثانه ما مرقش من النورمال فلورا، انا ماخذه من الستيريل اريا، اي كولوني سيجنيفيكانت، اي كولوني سيجنيفيكانت، الكاثيتر ل 10 قوه 3. فانا بعتمد كيف اخذت. هل انا اخذت في منطقه العبور، انا دخلت معايا النورمال فلورا ولا لا؟ اذا كانت سوبر بيوبيك معناته اي كولوني معناها بوزيتيف، اذا كان عندي كاثيتر معناته انا عندي لالف، واذا كان عندي النورمال اللي هو الفويدد يورين سبيسمن اللي هي الميدستريم يورين انا باخذ ل 10 قوه 5. وزي ما حكينا اذا كان عندي باثوجين هو بوزيتيف بغض النظر شو العدد. هذا طبعا سنة 2017 هذا في الجيرمان كلينيكال جايدلاين كيف بيعتبروا الأعداد اللي البكتيريا. طبعا اسمتمك بكتيريا 10 قوه 5 فما دون. ديروا بالكم في شغلة كتير مهمة، انه كمان انه احنا عندنا جمع العينة مش يعني لازم يكون في عندي طبعا تغسيل قبل جمع العينة للفاجينا، كمان خاصة للفيميل، كمان عشان انه كمان اضمن انه يكون العدد عندي انا صحيح. فكل عينات الكلتشر للبكتيريا بتكون كواليتاتيف، يعني انه البكتيريا طلعت او ما طلعتش، الا اليورين كوانتيتاتيف، العدد بهمني مش بس البكتيريا. وزي ما هون شايفين انه في عنا هذا هون سؤال طلع عليه وبدنا جوابه. إذن عملياً أنا نايترايت نيجاتيف معناتها جرام بوزيتيف بكتيريا، فأنا بروح للإنتيروكوكس هي المسبب. بلد كلتشر، البلد كلتشر طبعاً ديروا بالكم بدكم تميزوا بين نقطتين رئيسيتين. الأولى إنه بلد كلتشر ما بعني بلد إيجار، يعني أنا ما بزرع بلد إيجار، أنا بدي أزرع الدم، يعني عينت الدم، أنا بدي أزرع الدم، عينت الدم. طبعا الدم مفروض إنه ستيريل زيه زي CSF مش هيك؟ الدم ستيريل. بما إنه الدم ستيريل مفروض إنه ما فيش فيه بكتيريا، لما بدي أزرعه بزرعوش زي أي عينة تاني، يعني ما باخد ستيك وبعمل ستريكينج، لأنه إذا بدي يكون البلد أعمل ستيك وأزرعه بدي تطلع البكتيريا معناته مصيبة، معناته الإنسان ميت. فبتكون البكتيريات في الدم بأعداد كتير قليلة، يعني ممكن تكون عندي واحدة تنتين في الام ال. طب كيف بدي القطهن الواحد تنتين؟ عادة الستيك بتاخذ 10 مايكرو، فكيف بدي القطهن؟ عشان هيك لما بدي ازرع بلاد لازم اخذ بين 1 to 5 ml ازرعهن. بنفع ازرعهن على ايجار؟ بنفعش. عشان هيك بزرعهن اول شيء في بروث، بحطهن في بروث، بتركهن في الانكوبيتر عشان اكاثرهن بكميه كتير اكبر، وبعدين باخذهن على كلتشر وبزرع، بعدين باخذهن على كلتشر وبزرع. اجمالا احنا كل الهدف تاعتنا عشان ازرع الدم، ازرع الدم واعمل ايزوليشن للاورجانيزم من الدم. طبعا وين انا بزرع الدم؟ لما انا في عندي احتماليه سبتسيميا، اندوكاردايتس او بكتيريميا طبعا، او ممكن يكون عندي نمونيا، ابدومينال ابسس، اجمالا اشياء، مننجايتس مرات،
اللي هي تكون عندي associated مع إنه تكون البكتيريا موجودة في circulation. شو العينة تاعتي؟ أنا بأخذ الهول بلد. شو الأشياء اللي أنا بتوقعها الكومون باثوجين اللي أنا ممكن أشوفها في الدم؟ قبل ما أبدأ هل نحفظهن؟ آه بلشوا احفظوا لأنه هذا رح يساعدكم، رح تأخذوها طبعاً later on. طبعاً الأشياء اللي ممكن نشوفها بالباثوجين في البك في البلد من البكتيريا ستريبتوكوكس، ستافيلوكوكس أوريوس، ليستيريا مونوسايتوجينز، كورينوبكتيريوم جيكوم، هيموفيلس إنفلونزا، سالمونيلا تايفيل، بكتيرويد فراجيليس، كواجوليز نيجاتيف ستاف اللي هي ستاف إبيديرميديس، الانتركي جرام نيجاتيف باسيللاي، عندي نايسيريا مينينجايتيدس، أذر نيجاتيف باسيللاي، والسودوموناس أريجينوزا. هذول إجمالا بشكل عام ممكن أشوفهم في السيركوليشن. طبعا البارازايت توكسوبلازما جوندي لما نيجي على البارازايت رح نحكي عليها. الفيروسز رح نشوف كثير من الفيروسز اجمالا من الريتروفيروس طبعا معروف، ال HIV، سايتوميجالوفيروس، ايبستين باير فيروس، هذول ممكن نعملهم. الكانديدا البيكنز من اشهر البكتيريا الفنجاي اللي ممكن نشوفها بالهيومن. كمان في عنا بالإميونو كومبرومايز بيشن رح نشوف الهيستوبلازما كابسولاتوم والكريبتوكوكس نيوفورمانس، هدول إجمالا بيعملوا عنا مشاكل كبيرة حتى من إنجايتس. وعندي كوكسيدويز إيميتس كمان موجودة من الفنجاي، هدول إجمالا ممكن نشوفهم في الكالتشر تاعنا للبلد البكتيريا، وكمان ممكن نشوف الفنجاي. مهم جدا هسه كيف بدنا ناخذ العين. اجمالا عينه البلد ناخذ قلنا زي ما قلنا 1 ml او 5 ml بعتمد على سمو، نشوف كيف بعتمد على شو. اذا بدنا ناخذ اكثر من عينه طبعا افضل 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 شغله انه اخذ ثلاث عينات. اذا ملاحظين بالنقطه الاخيره اذا انا بدي اعمل ايزوليشن للبلد لازم اذا باخذ عينه واحده 20% اي ويل مس ذا اورجانيزم، بس إذا أخذت ثلاث عينات بهرب مني 1%. يعني ثلاث عينات على أكيد أنا بقدر أعمل isolation للميكرو، ولكن ما تأخذ عينتين وراء بعض. يعني أخذت عينة من إيدي اليمين ما تأخذش من عينة من إيدي الشمال كمان عينة من موقعين مختلفين، لأنه خلال ما تأخذ العينة من إيدي اليمين ممكن وإنت تدخل الإبرة شو عملت أنت؟ دخلت أورجانيزم لقطته في العين الثاني فطلع عندك بوزيتيف، مع انه مش البوزيتيف انت اللي دخلت. وهون طبعا بيجي واحد بيقول طب احنا بتدخل بكتيريات؟ اه بتدخل بكتيريات طبعا، عندنا الجسم بجهاز المناعه بخلصنا منها مباشره. فهذه البكتيريات اللي هي ترانزيت بكتيريا ممكن تطلع عندي بوزيتيف خلال ال 30 دقيقه اللي انا قبل ما تخلص الجسم منها. عشان هيك لازم يكون عندي فتره زمنيه بين العينه والثانيه. تمام. طبعا في حاله الاكيوت بالانيشال ستيج بتكون عندي اجمالا اكثر بكتيريا، فانا اجمالا في حاله الاكيوت انفكشن لان البكتيريا بعدها مش داخله على التيشو بكون عندي انا اجمالا نمبر عالي. كمان في عندنا شغله كثير مهمه، السمول تشيلدرن عندهم اجمالا هاير نمبر في البكتيريا في البلاد دان الادلت، لانه بيكون عندهم جهاز المناعه اقل تفاعلا. في حالة الفيفر بيكون عندي نمبر في البكتيريا في السيركوليشن عالي كتير، وهذا بيعنيكم جدا الفيفر انه اخذ في البيك اوف فيفر عينتي عشان اقدر اطلع اعمل ايزوليشن للاورجانيزم اللي عندي. نقاط بكل عينات الكلتشر بلاد او غير البلاد ممنوع ناخذ عينه كلتشر واحنا بنعطي انتي بايوتيك. يعني بدك تاخذ عينتك تاخذ العينه قبل ما تعطي الانتي بايوتيك. اذا اعطيت الانتي بايوتيك ما تاخذ لانه اجمالا راح يطلع عندك نيجاتيف. ودائما زي ما قلنا بناخذ ثلاث عينات وفرق بينهن فتره زمنيه. تمام، عشان هيك تكون افضل لعندي عشان اغطي حقيقه وجود البكتيريا. لاحظوا انه اجمالا يفضل عندي بالفيفر. اذا قدرت تعرف الفيفر تاعته البيك اوف فيفر، يعني اذا واحد نعرف انه مثلا كل ساعتين او ثلاث مثلا ترتفع عند او
يوم يومين ترتفع الفيفر عنده، قبل ما ترتفع الحرارة، قبل ما تبلش يعني الحرارة بنص ساعة بتكون أفضل عينة إني أقدر أعمل عملها isolation للأورجانيزم. طبعا لاحظوا إنه إن الطفل إذا كان أقل من سنتين بنأخذين عنده 1 ml في 2 bottles، طبعا children من 2 ل 5 بنأخذ من عندهم 2 ml طبعا في 4 bottles، من 10 من 6 ل 10 نفس 3 ml من الكبار اللي يعني صاروا لاحظوا من 11 سنة وفوق إجمالا نأخذ منهم 5 ml، واللي كان كبار نأخذ منهم 5 مظبوط ولكن في 3 bottles يعني 3 عينات أنا بقدر أخذها. لاحظوا الصغار كانوا 2 bottles لأنه كنا الصغار بيكون عندنا probability أن يكون عندي البكتيريا في الدم أكثر من الأضلط، فعشان هيك بقدر أرقطهن بكل سلاسة وكل سهولة. طبعا كيف بنزرع إحنا؟ إجمالا بنزرع البكتيريا زي ما قلنا في البلاد، بحطه في bottles زي ما شايفينهن، واحدة aerobic واحدة anaerobic، هدول بحط فيهم البلاد بوتلز، كل واحدة بحط واحدة بأوروبيك واحدة إنوروبيك، وبحطها في الجهاز هذا باكتيك. شو الجهاز هذا؟ في الزمانات كنا نحط البوتل ونحط البكتيريا ونضلنا نحرك البكتيريا البوتلز كل فترة وفترة في الانكوبيتر، ونضلنا نطلع إذا صارت فيه تيربيديتي ولا لا، أساسا نشوف البكتيريا نمت ولا ما نمتش. وبعديها إذا نمت البكتيريا بنأخذ منها ونزرعها على إيجار ونبلش نعمل ايدنتيفيكيشن عادي. اليوم للسرعة عشان ما أسرع، البوتلز هدولة بيكون فيهن pH indicator. pH indicator تعرف لما بتنمو البكتيريا بتحول pH لأنه بتعمل عندي ميتابوليزم وبتحول pH فبتغير اللون. بمجرد ما يتغير اللون أنا في عندي عندي سنسور موجود في كل تيوب، محل تيوب بعطيني على الكمبيوتر اللي شايفينه هون، بعطيني بكل التيوب الفلاني غير اللون، معناته هاي البكتيريا بلشت تنمو فيه، اسحبها واشتغل عليها. بشكل عام 24 ساعة قبل ما نزرع البكتيريا، يعني خلال 24 ساعة بنشوف التيربيديتي، بس طبعا خلال ساعة ساعتين إذا طلع الانديكيتر بعطيني مباشرة بروح أزرع عشان السرعة. وإذا كان عنا إجمالا طبعا بعد نزرع زي ما على ماكونكي أو على الشوكلت، ليش الشوكلت؟ لأنه عندي هيموفيلس إنفلونزا، وطبعا نزرعها ل 24 ساعة بعد ما صارت عندي الكالتشر. إجمالا إذا كان anaerobic incubation بكون ل 48 ساعة بشكل عام. إذا كانت البوتل نيجاتيف يعني ما زمرش عليها اللون، ممنوع أقول عنها نيجاتيف إلى العشرة أيام، يعني مش 24 ساعة. 24 ساعة بشكل عام أغلب البكتيريات راح تطلع عندي، بس إذا ما طلعتش ما بكبها، بخليها لعشر أيام عشان أقولها نيجاتيف، يعني ما بقدر أقولها نيجاتيف إلى العشرة أيام. في بعض البكتيريات زي البروسيلا طبعا ممكن تأخذ عندي كتير أكتر من هيك لأنه نموها أصلاً بطيء وممكن يطول لعندي، فبيعتمد عندي على نوع الأنواع البكتيريا وشو أنت شاكك كطبيب تطلب، فلازم يضلوا عندي هذا الحكي وندير بالنا عليه. بشكل عام إحنا هيك بنكون أنهينا الشابتر هذا، وبفتح إسا لأي سؤال بدكم إياه.